أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن المجلس البلدي طرابلس المركز عن اختطاف العميد عبد الرؤوف بيت المال من بيته من قبل مجموعة مجهولة واقتياده إلى جهة غير معلومة. وطالب المجلس في بيان له المجلس الرئاسي المقترح باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنه، محملا إياه المسؤولية الكاملة عن سلامته. كما علق المجلس البلدي طرابلس المركز العمل بديوانه احتجاجا على اختطاف العميد. أكد البيان الختامي للقاء المصالحة بين الزنتان ومصراتة مدنية الدولة وعدم الرجوع إلى زمن الانقلابات العسكرية. وشدد البيان الختامي للطرفين على حرمة الدم الليبي وتحقيق أهداف ثورة 17 من فبراير ومدنية الدولة والمصالحة الشاملة بين أبناء الشعب الليبي. ودعا البيان إلى توحيد المؤسسة العسكرية وضم كافة الثوار تحت جيش واحد بقيادة سلطة مدنية. دعا مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني مدينتي مصراتة والزنتان إلى الالتزام بما أعلنوه في البيان الختامي من المحافظة على أهداف الثورة. المفتي وفي برنامج الإسلام والحياة شدد على أن يوحد أبناء المدينتين صفوفهم ويجمعوا كلمتهم على نصرة الحق. أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا بأنها تأكدت من مقتل أحد قادة تنظيم القاعدة في المغرب ويدعى موسى أبو داود عقب الغارة التي نفذتها على مدينة أوباري الأسبوع الماضي. وأضافت أفريكوم في بيان لها أن أبو داود درب مجندي القاعدة في ليبيا على عمليات الهجوم بالمنطقة وقدم لهم التمويل والأسلحة والدعم اللوجستي بحسب البيان. ووفقا للبيان فإن هذا التدريب شكل خطرا على مصالح الولايات المتحدة والدول الغربية بالمنطقة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.